نستمر في تعاوننا مع التنسيقيات، ولدينا لقاء خاص ياهم قريب بحضور مسؤولي حقوق الإنسان وبحضور الأجهزة الأمنية المصرح بها من خلال اجتماع، ولربما أيضا يكون برعاية قيادة عمليات الوسرة. هذا الاجتماع راح يتم بوضع النقاط على الحروف وكيفية تولي القوات الأمنية عملية الحماية التامة لأي متظاهر حينما يعلن عن مواقف وتطلعات لخدمة شعبه بالوسائل السلمية، وسنضمن ذلك من لحظة الشروع إلى خروجه. ولكن ندعو الأخوة المتظاهرين من خلال التنسيقيات أن يتعاونون معنا بوضع جدار قوي ورصين حتى لا تختلط الأوراق، بعزل كل العناصر المسيئة المدربة المعدة إعداد خاص لعمليات التخريب والإساءة إلى بلدنا ولا سمعتنا بأي شكل من الأشكال. بالمناسبة كان التنظيم حقيقة أول ما بدأ من غرب بعض الشباب ولدينا صور وقعدات بالكافتريات وبالجازينوات، البعض منهم كان يأيد هذا التنظيم، تنظيم التيار الثالث، على اعتبار تنظيم مسالم، ولكن التظاهرات كشفت هوية هذا التنظيم وبدأت العناصر تتراجع ويتصمون بنا وحضروا إلى الاستخبارات طوعيا من خلال المسؤولين بالمحافظة. حضر عندنا وقال أنا شرت بالتنظيم أو تيار الثالث ولكن ما أعرف شنو غاياتهم ومقاصدهم، وأعلن انسحابي ووقع على أوراق وطلعوا أكثر من عنصر. أما الباقين فهذا هيكلهم التنظيمي، ولدينا مثل ما بينا عناصر الآن تحت طائلة المتابعة والمطاردة والملاحقة والمراقبة السرية، وإن شاء الله لن نسمح لهم بالدخول أو إيذاء البصرة مع أي تظاهرة قادمة إن شاء الله. ولدينا لقاء مثل ما بينا موسع مع الأخوة التنسيقيات، سيصار إلى وضع الضوابط ووضع النقاط على الحروف على أنه كما نحمي التظاهرة على الأخوة المتظاهرين أن يبيحوا لنا عملية تنظيف التظاهرة من العناصر السيئة. الاجتماعات هذه اجتماعاتهم السابقة اللي سبقت التظاهرات، بالمناسبة اللي تخلت التظاهرات ما كان مسيطرين كما بالشكل هذا. هذه قبل التظاهرات كانوا يعدون العدة، ولكن بعد أثناء التظاهرات اختلف الوضع، ما يلتقون أكثر من اثنين ثلاثة بدأوا يتفرقون خشية من الأجهزة الأمنية والاستخبارية. طبعا لم يتأكد بعد عملية دعمهم من قبل دول أخرى مجاورة، نعم رغم أنه البعض منهم حاول يستغيث أو حاول يحصل على دعم، ولكن ليس هناك أي استجابة بسبب طابعهم الإجرامي والإرهابي. ناهيك عن أنه لدينا عناصر حلقات لا نقول مفقودة وإنما متابعة ومطاردة برا حتى نعرف الجهة الفعلية التي تقف وراء إعدادهم وتدريبهم، رغم أنه البعض منهم من المؤسف البعض منهم كان عنصر يجاري المجتمع بشكل عادي وغير معروف، يعني كان يخفي تطلعاته. هم راح يعتمدون بعض الجوانب لدعمهم الداخلي، يجمعون فلوس منهم أو بعض أكثر من مكان ليحددون عملية نقل الراتب مع المعلمين مع الموظفين الموانئ غيره حتى ينقضون عليهم ويأخذون الرواتب ويطورون أنفسهم بشراء الأسلحة وما شابه، وإن شاء الله ما راح يحصلون هذا النتائج. هاي الصور مأخوذة عن تقاريرهم وكتاباتهم واستعداداتهم، كيف على أي دائرة يأخذون، أي دائرة واهنة قادرين على أن يصلون إليها ويأخذون منها الموارد الإمكانيات العجلات الرواتب، سجل خاص عندهم موجود لدينا من هي الأهداف اللي نقدر يوصلها، والبعض منها من هذه الأهداف وجدنا أنه أكو لربما شبه تواطؤ، فمكملين مخططات كاملة لغرض الانقضاض، ولكن الله سبحانه وتعالى خيب آمالهم وظنهم.